وكيف حاسس مستقبل الدراما السورية؟ في أمل؟ ايه ما بعرف ايه ولا لا ولا شو؟ ما لا شوفي لا لا انا على فكره في ناس كثير بيسالوني او يتضايقوا مني بيقولوا لي شلونك، بقول لهم والله ما بعرف. يعني بطلنا الكذب، يعني اذا ما صار مثل ما قلت لك، اذا ما صار دعم بمحطات، اذا ما صار دعم بمنتجين عندهم استراتيجيه وسوق داخلية للسورية وسوق داخل، يعني الاستراتيجية كتير مهمة بالفن. يعني عنا نحن ما في استراتيجية، فيها الأعمال إذا نجح أعمال عفوية وعشوائية وما في خطة ولا شيء. لازم يصير في احترام للممثلين اللي ساعدوا بنهوض الدراما. لازم يصير توزيع حصص حقيقي بدون معارف وبدون، يعني لازم المخرجين ما يخافوا منا نحن، لأنه نحن بالنسبة لنا بنحب نساعدهم، وعلى مدى السنين الماضية كله نحن ساعدنا كل المخرجين 100%. نجاح الدراما السورية بتعزيه للممثل السوري ولا للمخرج السوري ولا للإنتاج السوري؟ أنا بالبداية بعزيه للممثل السوري، لأنه وقت طلع الممثل السوري بلش من الدفعات المعهد وهذا الخليط بين الجيل القديم. على فكرة كان ما عندنا مخرجين سوريين، يعني كان وقتها هيثم حقي بس وكم مخرج يعني، اما الممثلين صاروا لا. وفي قبل الاستاذ الكبير هيثم حقي، في الاستاذ علاء الدين كوكاش، في الاستاذ هذول عم بحكي بهي الفتره اللي تخرجنا نحن. تمام. قبل بتعرفي غسان جبري اكيد، وغسان جبري طبعا حاولنا ساعدنا كثير من الشباب، من المساعدين مخرجين لصاروا مخرجين. اي 100% صح. وانت كمان انت بهذا الموضوع، نحن الممثلين السوريين ساعدناهم لحتى يتجاوزوا هي المرحله. فبنتمنى منهم انه يساعدوا الفن، مو يساعدونا، لانه نحن بالنسبه لنا ما لنا بحاجه لشيء.